المستمعة رجاء من أيت ملول كتقترح عليكم واحد العصير اللي فيه 5 ديال المشمشات. كنعرفوا دابا المشمش متوفر، نستافدوا يعني من القيمة الغذائية اللي فيه والفيتامينات اللي فيه، ونوظفوه هكا إما أكلا يعني بطريقة العادية، إما هكا في عصائر ولا في كونفيتور. يعني ناخذوا 5 ديال المشمشات، جوج ديال الخوخات، وكنغسلوهم مزيان. 5 ديال المشمشات وجوج ديال الخوخات يتغسلوا مزيان، ونديرهم في الكوكوط مع إيترو ديال الماء، وكنديروا معاهم كاس العنبه ديال السنيده صافي، وكنسدوا عليهم حتى كيطيبوا. غير كتصفر الصفاره يعني مره واحده صافي، كنطفيو عليها العافيه. من بعد كنخليوه يبرد وكنطحنوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي يعني، والعصير واجد. ممكن انكم تشربوه بهكا بنفس الطريقه غير يبرد، ممكن انكم تضيفوا ليه عصير ديال الليمون حتى هو كيمشي مزيان. فقلت 5 ديال المشمشات وجوج ديال الخوخات، غادي نغسلوهم مزيان ونديروهم في الكوكوط مع ايترو ديال الماء ومع كاس ديال السكر سنيده، كاس العنبه ديال السنيده صافي. كنسدو عليهم الكوكوط وكنخليهم حتى كيطيبوا. غير كتصفر لينا ديك الصفاره مره واحده، كنطفيو عليها العافيه، وكنخليو هذا الخليط حتى كيبرد. وديك الساعه راه اكيد على انه كنحيدوا له داك العظم ديالو، وديك الساعه كنطحنوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنحصلوا على عصير. وديك الساعه اما نخليوه يبرد بوحدو، اما نضيفوا ليه العصير ديال الليمون. المشمش كيمشي مع الخوخ وكيمشي حتى مع الليمون.